نزاع أصهار يتطور لقتل حارس للسيارات بمدينة طنجة، والأمن يوقف 4 جنات. أعلنت المصالح الأمنية بطنجة زوال السبت أنها أوقفت 4 أشخاص على خلفية تبادل للضرب والجرح المفضي للموت. راح ضحية حارس سيارات، فيما أصيب 2 آخران بجروح. وقال مصدر أمني أن الحادث يتعلق بنزاع بين الأصهار على تقاسم الأرباح الخاصة بموقف للسيارات بحومة ظهر أحجام بحي سيد إدريس في مقاطعة بن مكادة، موضحا أن النزاع تطور لتبادل للضرب والجرح أدى لوفاة شخص وإصابة شخصين موضوعين. وذكر المصدر أن التدخل الأمني الذي باشرته الأجهزة المختصة مكن من توقيف المتورطين 4 في هذه الجريمة، بينهم 2 يخضعان للحراسة الطبية. وتشير المعطيات حول الحادث إلى أن الهالك تلقى طعنات غائرة في أنحاء متفرقة من جسده، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصاباته البليغة. وبلغت بشجاعة الجريمة إلى حد إقدام الجناة على تقطيع أطراف ضحيتهم وفق ما أفاد به شهود من عين المكان، في وقت تم فيه نقل جثمان الضحية إلى مشرحة الجثث بقسم التشخيص القضائي بمستشفى الدوق طفارة.